بتتواصل جولتنا من داخل سوبر رصيرس بإقليم النيل الأزرق. نحن في ضيافة عمنا أبلاكوما. مرحب بكم. كيف الحال يا عم أبلاكوما؟ عليكم السلام ورحمة الله. شايفة ما شاء الله عندكم لحم كثير و... جداً خيركم واجب. خيرنا وارب والله الحمد لله رب العالمين. كيف حالكم؟ كويسين؟ تمام والله كويسين. كيف بعد الأحداث الأخيرة وكيف والله أقول لك شنو، نحن أول حاجة نشكركم جزيل الشكر على غلاء ناس البلد يتونا هنا في النيل الأزرق. بلد كانت مخيفة لكن الحمد لله رجعت لمجاريها حبة حبة الحمد لله. هاي نحن وحسيت براك شايف السوق أطفال ناس كبار ناس صغار شغالين، جدار شغالة، خدار شغال، دكاتين فاتحة. نقول الحمد لله أحسن من الأيام الأولى اللي كنا فيها في أحد الضريب والموت والحياة الدنيا. نقول الحمد لله رب العالمين. نحن نتمنى أنه التعايش السلمي ده يعود لكل البلد لكل السودان من إلى الأزرق بالله. آمين يا رب. لأنه والله جد نحن لو قمنا يعني بدينا التعايش في النيل الأزرق نقول نحن ما حنزرع، لو ما تعايشنا ما حنزرع، ما حنتفاهر، ما حنربي أولادنا، ما حنتعلم، ما حنعمل، وما حنعمل كثير. لو نعمل معمار، لو نبني شوارع، لو نبني مدارس، لو نعمل حياة. الآن السنة دي يعني نقول لك بكل صدق وأمانة البلد كلها كانت منتهية، ما فيها زراعة لأنه سبب الحرب، ما فيها أكيد، ما فيها حاجة، الناس كانت تعبانة. لكن حس الحمد لله النازحين قاعدين في المدارس، المدارس كلها بدت شنو يعني شوية شوية بدت تفرق. نعم. الناس بدت شوية شوية رجعوا لمناطقهم. إحنا الحتة دي كانت مؤلمانا لكن نقول الحمد لله بلدنا بقت معافى شوية شوية لغاية ما ربنا يجيب لنا السلام الكلي، سلام السودان العام. نعم. إحنا دايرين السودان يعيش في وئام ويعيش في سلام. والحته دي نحن محتاجين لها. نعم. كأولاد نيل الازرق وكأبناء نيل الازرق. نعم. نحن الان في السوق هنا يعني قاعدين، لكن شنو الحياه ذاتها لو ترجع لمجاريها نحن ممكن نربي اولادنا، ممكن تعيشوا افضل، ممكن نعيشوا نعيش افضل فرص التجاره تكون افضل. بدل الدول تذبح لي بقره بقرتين الناس بتجي تشتري. الان ما في دول بيجي، ما في مستثمرين بيجوا، ما في بتاع المصانع بيجونا هنا لانه بلدنا كانت فيها بلد بتاع حرب. عشان كده نحن نتمنى انه التعايش يكون جميل، الحرب ينتهي، الناس كلها تتصاهر، الناس كلها أهل، الناس كلها أخوان، يعني إن شاء الله. أمين. كل القبائل هنا مصاهرة مع بعض، كل القبائل متزوجين. أنا قدامي جاء من الجزيرة مثلاً، من الجزيرة سبت الجزيرة، لكن أنا متزوج من بنات البلدي وعايش بنات البلدي وعندي الحمد لله خريجين. ده كل شنو زوا التصاهر. نعم. والتعايش السلمي كان موجود. ما كان عندكم مشاكل زي دي؟ ما كانت عندنا في النيل الأزرق، كانت أحسن ولاية، أحسن ولاية في النيل الأزرق كانت من ولايات السودان كلها. لم نعرف نشاكل، لم نعرف دلائنا، كلنا كان مشيت المغابر بتلقينا كلنا جنس واحد، كان جيت الحفلة تلقينا جنس واحد، كان جيت المناسبات بتاعت الأفراح والأكراح كلنا بنتلمى، لم نعرف فلاتي، لم نعرف حوساوي، لم نعرف همجاوي، لم نعرف قمساوي، لم نعرف عربي، لم نعرف حي، كلنا سواسي كأصناع المشتر. دي بلدنا كده النيل الأزرق عايشة كده، دي مما أهدى السلطنة الزرقاء. نحن كنا متعايشين بالصورة دي، ما عندنا حاجة والله. نحن غير التآلف والخدمة الإنسانية والتعايش بين الناس ما كنا عندنا. نعم. ما بنعرف حاجة. أسس السوق الأيام دي كيف؟ السوق والله هو في ركود. حركة السوق كيف؟ السوق فيه ركود. يعني السوق ما شاء الله يعني الحتة اللي شايفها دي كلها كانت ملانة ملابس وملابنا أحذية. يعني كانوا أخواننا الهوسة قاعدين فيها. لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن المياه تعود لمجاريها. يا سلام. أمين يا رب العالمين. والله نسأل الله أن المياه تعود لمجاريها. وكلنا نعيش زي ما كنا عايشين سوا، ونحن نتمنى نعيش عيشة بتاعت هناء، عيشة بتاعت السعادة. كلنا دارين نكون الآن في قلب رجل واحد، لأن النيل الأزرق دي بتحمل الجميع، تحتوي الجميع، وكلنا ما بنعرف بين هذا وذاك، ما عندنا دول متفارزين بين قبيلة وقبيلة، كلنا قبيلة واحدة وكلنا هو عايشين. نسأل الله أن كل السودان يتحد وكل السودان تكون اتحادي في القوة. نعم. أمين. اتحاد القوة إن شاء الله. يعني كلام واعي. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. كلام واعي. مشكور.